عاوز عاوز يتعالج، عاوز يبقى بني ادم يتعالج. هو ما هو محرص الدنيا عشان كنتوا، هو كنتوا السبب ماتوا. انا مش عايز اشوف، انا عاوز ابني يتعالج. اللي غايت امتى؟ من الساعة 3 لغاية امتى؟ مش كان في عمليات لغاية امتى يا ريس؟ هو مش كان في عمليات محمد؟ طلع وقعد ساكت. هو في العنايه المركزه بقول لك هسافر هسافر عمليات الساعة. هسافر عينك تروح يا عم. انا سيبك الطريقة دي ما ينفعش يا اخوانا. هو ابني محروسكم يا سيدي. ما انتوا السبب، ابن محروس كنتم. راحت على الاول يا سياده يا سياده الوزيره، خلصينا من المشكله دي. ده لو ابنك مش حطيت عليه هنا دقيقه كان زمان طياره جايه واخداه. والله لو ابنك كان زمان طياره واخداه. ليه الوقت ما اتنقلوش ولا حد؟ يعني بنحس عذاب بني ايه؟ ابنك قبل الكل. عذاب بني ايه؟ عذاب بني ايه؟ ايه اللي واقفين واقفين تعملوا لي ايه؟ انا عايز ابني بيتجهز يا حاج. انا عايز ابني يمشي يتعلم. ان شاء الله. ابن محروس كنتم. والله محروس كنتم. لازم يمشي يعني، ما يقعدش كده لغايه امتى؟